السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع اسمه كونكت تبع تريمبل. تقدر تشوف المشروع بتاعك، تقدر انت تعرض المشروع بتاعك بشكل قوي، تقدر تقول مثلا عايز الانوتيشن، عايز الكليب بلان، الجريد، الاف سي، لو في حاجات خاصة بالتو دي او فايلز مرتبطة بالعصر اللي هنبدأ انت تشوفها. تقدر ترفع اكتر من ملف، يعني ترفع المعماري والانشاء والكهروميكانيكا لنفس المشروع، تقدر تشوفهم، تقدر تشارك مع اصدقائك، تبعت لصديق يشارك معاك، يقدر يعدل. وهنا بقى انت مثلا عايز لوك اراوند او عايز تلف المشروع مالت سيليكت، بحيث ان تقدر تعمل سيليكت على اكتر من حاجة، او تبقى ينفع تعمل سيليكت على حاجة واحدة بس. ممكن تقول له انا عايز اقيس، فيبدأ يديك القياس مثلا من هنا لهنا. هنا وهكذا. تمام، تقدر تعمل كلاود بحيث تبقى في مثلا زي ملحوظات او في حاجه معينه مشاكل هتناقشها في الاجتماع. ممكن تعمل كليب بلان، يعني تقول له مثلا عايز تشوف من هنا لهنا، وتقدر تتحكم في المكان اللي انت عايز ان انت تشوفه، وتقدر تعمل روتيت للعناصر اللي هنا او فيرتيكال بالشكل دوت، تقدر تلف زي ما انت عايز. ممكن تقول له انا عايز اشوف التوب فيو، او عايز اشوف اكسون كل العناصر عايز تشوفها، او بعض العناصر عايز تخفيها تعلم عليها وتقدر انت تخفيها. هنا بتشوف بقى كل الليارات لو انت عايز تضيف لير معينه. ممكن مثلا تضيف الفلور مثلا، فيبدا يظهر لك العناصر. هنا ممكن بقى تعمل اتاشمنت، يعني في عنصر يبقى مرتبط بملف بي دي اف او اي ملف اخر صور مثلا. هنا تو دو، يعني في مثلا دي عايزين نعمل لها تاسك معينه، فتقدر ان انت تعمل اتاشمنت ليها، تقدر ان انت تعمل زوم عليها، تقدر ان انت تغير اللون بتاعها، تقدر تغير الفيزيبيليتي بتاعتها، تعمل لها مثلا ايزوليت، تخفي كل شيء ما عدا هي. ممكن تقول له اد تو دو، وتبدا تربطها مثلا في حاجه مثلا ميك ات بيجر، مثلا ديسكريبشن. مين اللي هيعملها نورمال، كل الحاجات ديت، بحيث ايه العنصر دوت يبقى مرتبط بايه الحاجات والتسقاط ومين اللي شغال عليه. الفيوز لو انت فيه فيوز معين، فتقدر ان انت تعمل اكتر من فيو بحيث تبقى سهل في الاجتماع ان انت تخش على الفيو فيو تناقشوا الموضوع. هنا الداتا الجداول بقى، هي الحاجات اللي المفروض انها تتعمل. كلاس ست لو انت عايز تعمل كلاشات، وهنا هتلاقي الاعدادات خاصة مثلا بالاداء، الباك جراوند كولر اللون بتاعها، دي دبليو جي اوتوماتيك يظهر معاك في التوب، اوتوماتيك شينج كاميرا تبان لما تيجي تغير كاميرا مكانها يتغير. في شوية اعدادات كده، تحمل كام اوبجكت اتاشمنت، اليونتس اللي انت هتشتغل بيها، المتريك ولا ايه، البروجريسيف سيتنج، اكستنشن، ودي لو عندك اكتر مشروع يبدأ يظهر هنا بحيث ان انت تفتح مشروع لو انت حابب.